أعزائي متابعين في كل مكان وكل زمان، السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. معكم ريان أبو باماسليك. اليوم ما اخترعنا نهائي لقاء ودية بفوز الوحدة 3 أهداف مقابل هدف اللي سجلها حسين مقهوي، وتشكيل الفريق الأساسي للمواجهة وحدة الودية. عملية إحماء اللاعبين أهلي قبل لقاء ودية أمام الوحدة، وضرب الجزاء الضاع الأهلي من سلمان المؤشر قبل هدف الوحدة الثالث. أوكي، مباراة ودية ودقيقة 90 وأنت متأخر وجاك بنالتي وشوطها كده يرفع ضغط. والله ما هو مشكلة المؤشر ضيع بنالتي، المشكلة لو شفتوا كيف الطريقة اللي شاتها فيه، أقسم بالله شيء مستفز والله. ما شوف ما حبنا يا جماعة، والله اللي يصير بالأحلي شيء غريب والله. وحتى البوديات هذا أحلي والله مزري، لا بعد أحد، الله يستر من فيسري والله. بس وهذه كان عندي، وحبيت أقول ما تأخذ دقيقة من وقتك. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله العظيم، استغفر الله، أتوب إليه. لا تنسى لايك شير سبسكرايب. يلا سلام.